مرحبا برج العقرب، أهلا فيك في قراءتك العامة. العمل اللي تحاول أنك ترجع له أو المجال، في مجال احتمال أنت تركته، يمكن تركت الدراسة يوم من الأيام، ما وصلت تعليمك العالي أو ما وصلت حتى الشهادات العليا، تبي ترجع إلى الجامعة، تبي ترجع إلى ممكن حتى مشروع على الجانب كنت تسويه يأتي لك بالدخل. لكن أشوف هني سبب رجوعك له هو يخص الاكتفاء، مش الأموال فقط، ما عندنا طاقة الخماسيات، بما معناه أنت قاعد ترجع له لأن حسيت بفراغ. أيضا الإمبراطور هو الشخص المتقاعد، الشخص اللي انتهى من مهمة كبيرة، الحين ثبت نفسه لأنه وصل إلى مستوى الإمبراطور، ولكن صار يعاني من نوع من الفراغ العاطفي، الفراغ في الإنجاز، بما أنه وصل إلى مرحلة متطورة في الحياة، أنجز الكثير، قام بالكثير من المهمات. فالمرحلة القادمة كما إنها مرحلة أن تجد لنفسك عمل، وتجد لنفسك هواية، تجد لنفسك مشروع، وإن كان هني أشوفه صغير وعلى قدك وما يتطلب الكثير من رأس المال، ولكن يأتي لك يحسسك أنك إنسان قاعد تنجز، قاعد تعطي. لحد الآن عندك قدرة العطاء. رح نوضح الكارتات أكثر. أوكي، صار في صعوبة هني أن ترجع إلى هذا المجال بسبب قرار كبير أنت اتخذته في السابق، وهذا القرار له نتائج. مش سهل، مش سهل أن احنا نتجاوز مرحلة الإمبراطور، سواء كانت مرحلة أو شخص. ملك السيوف، عندنا ملك وملكة من نفس العنصر. أشوف أن هني ملك السيوف هو شخص، في شخص معين، وإن كان المجال اللي تركته لحد الآن في فرص، في شخص معين هو اللي واقف أمامك، وهو اللي رافض أن يسمح لك أن تدخل إلى هذا المجال أو هذه الشراكة مرة ثانية، لأن احتمال أنت يا برج العقرب تخليت عنهم في السابق، تخليت عن هاي الشراكة، هذا العمل، هذه الشركة. ففي شخص هني ما يحبذ رجوعك. عشرة الأكواب، ملك الأكواب، أنت تقول أنا أستطيع أعطي لحد الآن، لحد الآن، أو أقدر أتصرف بطريقة مختلفة هني. هني كأنما أنت كانت طاقتك شوية طاقة عناد، هني تقول لي أقدر، وقاعد توضح لهؤلاء الأشخاص الحين أقدر أني أكون عنصر فعال في هذه الشركة، في هذا العمل، والحين أقدر أني أغير من طاقتي، أغير من تصرفاتي، من طاقة النار العنيدة إلى طاقة الماء الهادئة الأكثر انسيابية، أقدر أكون متفهم. هني قاعدة تقول لهم أيضا أقدر أكون متعاون، مش دائما راح أكون عنيد ومتملك. خلنا نشوف. أوكي، تسعة السيوف وهي في طاقة المستقبل. احتمال أن ما راح يأتيك القبول، خصوصا إذا كان عمل قديم. إذا كان عمل جديد المؤشرات جدا جيدة لك، مؤشرات جيدة أن نعم توجه، حتى لو لحد الآن عندك رغبة أن تكمل تعليمك أو حتى تعمل لك مشروع، ابتدي من الصفر، لا تبني على شيء أنت أسسته في البداية، لا تبني على شيء موجود عندك في الماضي، لأن الشيء اللي في الماضي كأنما خلاص انغلقت أبوابه، ما عادوا محتاجين خدماتك. هني راح أبتدي لك من هني. السيف الصغير مع العربة، اللي أنت لحد الآن ما أدركته بشكل كامل يا برج العقرب، إن حياتك ماضية قدما، أو أنت متجه نحو بداية جديدة، نحو حياة أفضل بغض النظر. أشوف هني حياة أكثر راحة، ولكن بسبب تفكيرك المستمر عن مشروع تخليت عنه في الماضي، فرصة أنت تغاضيت عنها في الماضي، قاعد تفكر في الفرص اللي فاتتك أيضا، قاعد العربة ما قاعدة تتجه إلى المكان الصحيح، تركيزك مشتت، عندك طاقة شك، طاقة عدم تأكد هني. وين لازم أروح؟ وين لازم أتجه؟ شلون لازم أقدم؟ هل أتمسك بالشيء اللي أنا حين أحاول أسعى له، ولا في شيء ثاني في الطريق؟ كأنما قاعدة أشوف في شيء ثاني في الطريق. خل أوضح هاي الكارت أكثر، لأن كل هاي الكارتات قاعدة تعني لي أن الشيء اللي من الماضي ما راح ينفع معاك anymore. ما هو الشيء القادم
في الحياة العملية لبرج العقرب. أوكي، هاي الكرتين طلعوا 4 الأغصان و6 الخماسيات. أنت محتاج إلى المرونة في نظرتك للأمور، الأمور راح تكون أفضل. نعم، مثل ما قلت لك، متوجه نحو شيء أفضل، شيء فيه الكثير من التنقل. راح تتعرف على أشخاص كثيرين. أنت هني كأنما عندك نية أن تبقى في مكان معين مع مشروع معين مع أشخاص معينين وتبني معاهم. هني يقول لك لا، التغيير المطلوب أن أنت تنتقل، يكون في انتقال، وراح تمر بالكثير من المراحل، مش مرحلة ومرحلتين، الكثير من المنازل. حتى المنازل هي مراحل الانتقال في حياة الإنسان، راح تمر بالكثير من المراحل الانتقالية عشان تحصل على اللي تبيه. كأنما أشوف هني الشيء اللي تبيه يخص تجربة جديدة أو فرصة عمل جديدة. هذا الشيء اللي مكتوب لك، ولكن الشيء اللي تبيه أنت مثل ما قلت لك يتعلق بالماضي. عزيزي برج العقرب، في أمور ساعات فرص احنا تخلينا عنها، أو حتى هي نفسها ما فتحت أبوابها أمامنا، مش معناته أن هذا نهاية المطاف، مش معناته أن نقلق نفكر أو يقل تقديرنا لنفسنا. أشوفك هنا ناضج وقادر على أن تخلق التغيير اللي ترغب فيه من أجل نفسك، ولكن الاتجاه فقط هو اللي أنت مخطئ بشأنه. مثلا إذا أنت مفكر أنه راح تبتدي مشروعك الجديد كما ابتديت مشروعك القديم، راح تنجح كما نجح الآخرون. أنت اللي لازم تفهمه أن طريق نجاحك هذه المرة راح يكون مختلف. 4+6 هنا عندنا 10، ولكن راح يكون في خليط ما بين الأغصان ما بين الخماسيات. راح تضطر هنا عندك أيضا طاقة التلميذ، طاقة المراهق. هنا نبتدي بأنك وصلت إلى مركز ممتاز. هني يقول لك تريد البداية الجديدة، تريد أن تكون سعيد أو مكتفي أو تتحقق أمانيك، لازم تكون مستعد أن تنزل من مستوى الإمبراطور إلى مستوى التلميذ، إلى مستوى توني أتعلم شلون أحط أول طوبة. هذا كرت أساس المنزل، توني أتعلم أحط أول طوبة وأبني المنزل، محتاج بناء جديد. كأنما يقول لك تخصص جديد، أو حتى تتخلى عن معتقداتك القديمة، لأن أوقات مثلا حتى لو كنا في وظيفة معينة، وظيفة هندسة وظيفة طب، ولكن نريد أن ننتقل إلى حياة أفضل في مدينة جديدة، مش شرط نظل نفكر. بعطيك مثال، مش شرط نظل نفكر أن راح أحصل على نفس نوعية العمل في هذه المدينة الجديدة. كأنما هني يقول لك راح يكون في انتقال إلى شيء شبيه مقارب في نفس المجال، يمكن في الطب أو الهندسة، ولكن مش الوظيفة نفسها اللي راح تكون متشابهة. فيه خير كثير، هذا الشيء اللي أنت راح يأخذك إذا خليت الطاقة تأخذك وين ما هي تريد تأخذك، بدل ما تصارعها وتظل مصر هني، تظل متمسك بأشياء ما عادت من مصلحتك، ما عادت راح تعطيك المتوقع من المردود. هني راح تعطيك مردود أسرع وأفضل وفي رقم قياسي. أشوف هني ستك أنما 6 شهور، خلال تقريبا 6 شهور إن شاء الله. ولكن لازم هني تدخل بعقلية جديدة. عندنا كارت العربة، هو كارت برج السرطان، احتمال أنك أيضا تتعامل مع برج الحمل أو الأبراج الهوائية. لازم تدخل بعقلية منفتحة، مش شرط أني أنا ظليت 9 سنوات 9 شهور، سنوات طويلة في نفس الوظيفة، ان لازم اذا راح انتقل لمدينة ثانية، بلد ثاني، لازم اظل في نفس المكان او على الاقل نفس الوظيفة او وظيفة مشابهة. خل عقليتك تكون فريش جديدة، خذ الطاقة الشبابية، طاقة الشخص اللي مستعد ان يعمل في اي شيء من اجل ان يثبت نفسه. ملكة السيوف هي الطاقة اللي راح تحتاجها، وهي الملكة اللي دائما عندها شيء تثبته، مش مهم شنو اللي تثبته، ولكن تريد أن تثبت نفسها. هذه الملكة محتاج هذا الشيء، أن تركز مش على الشيء نفسه، الوظيفة نفسها، المشروع ونوعية نفسه، كثر ما تكون منفتح نحو هاي كرت الانفتاح، تكون منفتح حول الخيارات اللي راح تكون قادمة في طريقك. يعني خليك شوي مرن. إذا أنت مثلا تعمل في
مشرف الآن، مشرف في مصنع مثلا، وأتاك عمل أيضا في مصنع ولكن الرتبة جدا مختلفة، كن منفتح، محتاج تبني من جديد في مكان ثاني من أجل أن تتحقق أمنيتك، من أجل أن تحقق نفسك وذاتك، لأن ذاتك ما راح تحققها وأنت قاعد تبني على البناء القديم. عزيزي برج العقرب، هذه هي الرسالة لك في الجانب العملي. خلينا ننظر الحين إلى الجانب العاطفي. طبعا هذه القراءة العاطفية راح تكون عامة، مش خاصة ب مثلا منفصلين او مرتبطين او غيره، وخذ الرسالة بما تناسب وضعك مع الشريك. برج العقرب، الوضع العاطفي لشهر يونيو. اول كارت مرة ثانية سقط عندنا الامبراطور. احتمال هذا الشخص او طريقة التفكير هذه قاعدة تأثر حتى على حياتك العاطفية. ثمانية السيوف. اوكي. في شخص قاعد يسبب لك نوع من الحبس النفسي. بعد كأنه ما يخنقك شوي شوي، وجوده في حياتك يخنقك بغض النظر من هو هذا الشخص. انت تحس انه تريد ان تتحرر من قبضته، لانه دائما يكون عنده مبادرة جديدة، دائما في مبادرة جديدة، مشروع جديد، فكرة جديدة تخليك ترجع لأحضان شخص انت حطيت في بالك انه ما راح ترجع له، او تريد ان تتخلص وتتحرر من قبضته. عندنا ايضا الغصن الصغير، لان هذا الشخص صاحب كاريزما، ايضا جدا ممكن انك تتعامل مع شخص من الابراج. مثل ما قلت لك هنا عندنا حمل، الابراج النارية، حمل اسد، قوس، او ممكن حتى الابراج الترابية. ممكن شخص من الابراج النارية هو اللي قاعد يمنعك عن البداية اللي انت تريد ان تحققها مع شخص اللي من البرج الترابي. جدي، ثور، عذراء. خلينا نشوف اخر كارت. اربع الخماسيات. محتاج ان تكون اكثر حذرا في التعامل مع وضعك المالي. في شخص هني اشوفه صاحب كاريزما عليك، صاحب تأثير، بسرعة يقدر يأثر عليك عاطفيا باقل. هني دائما عندنا الغصن الصغير، ولكن بالغصن الصغير يقدر يحقق معاك الاثر الكبير، تأثيره كبير وقوي عليك. ما تستطيع ترفض له طلب، ما تستطيع ترفض رجوعه في حياتك. هل المطلوب ان تنفصل عنه؟ لا، المطلوب هني ما بين ثمان السيوف واربع الخماسيات ان توجد لنفسك انت في محيطك الداخلي طريقة صحية، لان تخليه يعني مثلا هذا انت محيطك الداخلي وهذا هو، تخلي بينك وبينه حدود، خصوصا في الامور المالية. هذا الشخص له تأثير كبير عليك وعلى مادتك وعلى وضعك المالي. انزين، كن حذر، لازم انت اللي تتعلم تمسك العصا من المنتصف. احتمال ان شخص اصغر سنا منك. ثلاث الخماسيات تحت الامبراطور. مثل ما قلت لك دائما عنده فكرة جديدة، مشروع جديد، كلام جديد يتكلم معاك فيه، مثل طاقة السحب. ثمان السيوف. عشر الأكواب.
ما تقدر هذا الشخص انت ما تقدر تعيش معاه بسلام وفي نفس الوقت ما تقدر تعيش بدونه. احتمال بينكم حب، بينكم تاريخ، بينكم ماضي، بينكم عشرة، بينكم أسرة، في صعوبة أن تتخلص من هذا الشخص. الخماس الأول هو خماسيين، طاقة تلاعب، تلاعب ولكن تلاعب بالعواطف، يعني عند تلاعب ولكن بأكثر من أسلوب. ثمان الأغصان، طاقة التغييرات السريعة المفاجئة، أنت حتى نفسك ما تعرف، مثلا تنفصلون عن بعض انت حتى ما تدرك متى كنتوا منفصلين ومتى رجعتوا لبعض، بسرعة الامور تمشي بينكم وتخرج عن سيطرتك. خلنا نشوف ما هي نوايا هذا الشخص هني في اربع الخماسيات، لان اشوف له تأثير على وضعك، مو شرط بس وضعك المادي، ممكن حتى نموك، وين انت قاعد توصل وتتطور في الحياة. من توصل معاه الى الاربعة يتوقف النمو ويرجع معاك لنقطة الثلاثة، هني نبتدي وهني ننتهي، دائما نفس الدائرة، ما نوصل لمرحلة الخمسة ستة ونكمل الدائرة. دائما يتوقف النمو والنضوج بينكم او حتى التطور في العلاقة الى مرحلة الاربعة، وبعدين دائما رجعك الى ما يوصل معاك في رجعته الى الخمسة، يرجعك الى نقطة البداية. خلنا نرجع لبعض، خلنا نكلم بعض، شيل عني البلوك. يعطيك امل، في نوع من الامل، نوع من الدعوة، الرسائل اللي تخليك انت ما تقدر تقاومها. رجوعك انت ايضا يكون سريع. خلنا نشوف نية هذا الشخص. نيته اوكي، ملك الارض، هذا الشخص عنده نية ان يكون مستقر ماديا، وجود مو فقط ماديا، يكون مستقر اسريا، مستقر في حياته في المنزل، في حياته الخاصة، في اوضاعه، في وضعه حتى بين الناس. الشخص المطلق وضعه ما يكون استقرار كثر مثلا الشخص المرتبط اللي حياته تنعم بهدوء وطمأنينة. هذا الشخص يرسم وينظر الى الامام، يبي حياته تكون مستقرة، وحياته ما تكون مستقرة الا بوجودك انت في حياته، انت تكمل جزء مهم، ان كان مادي، ان كان حتى في العطاء، العطاء اوكي، ان كان حتى الحب، لان انت برج العقرب طاقتك الطبيعية هي طاقة الماء، يمكن ايضا يحتاج منك طاقة الماء عشان يكمل جانب مهم في حياته. ولكن دائما يا برج العقرب كن حذر، مش شرط انك تنفصل عنه، ولكن مهم ان تعلم الاخرين شلون يعاملونك. كأنما هني قلت لك اشوف طاقة تلاعب، طاقة راح اتبع معاك اكثر من اسلوب واشوف اي اسلوب يجيب راسك، راح اجرب معاك كذا وكذا واشوف ما هو افضل اسلوب يتبع معاك انت عشان احصل على رغبتي. رغبتي الاستقرار، رغبتي ايضا، دائما طاقة الارض هي ايضا طاقة البرستيج الاجتماعي، طاقة الرجل، الهيبة، المرأة حتى تكون لها هيبة وسطها بين الناس، لها كلمة، لها. هذا الشخص نيته وهدفه الاساسي هو الاستقرار، كأنما اشوف انت هني نيتك هي السعادة، تبحث عن سعادتك، تبحث عن اكتمال في مشاعر، جزء من المشاعر ناقص عندك. في شيء، في شخص ثاني، ممكن في شيء او في شخص ثاني حتى ما تقدر تحصله مع هذا الشخص، مع هذا الشريك. ممكن انت ايضا في حياتك اكثر من شخص هني، طاقة الخيارات، ما تقدر تحصله مع هذا الشريك، ولكن في نفس الوقت قلت لك ما تعرف تتخلص منه. بسرعة يعرف يمشي الأوضاع، يخلي العجلة تدور، بسرعة يعرف يجرك إلى مهمة جديدة، دعوة عشاء، خل نطلع، خل نسافر، يتكلم معاك، يطرش لك رسائل، بسرعة عنده طاقة السحب.
أسحبك إلى محيطي مرة ثانية، لأن محيطه ما يكون بنفس مستوى الاستقرار بدون وجودك فيه. وإن كان هذا الشخص يمثل إنه هو يقدر يسوي كل شيء بنفسه، تأكد إن أنت اللي هني مهم، بدونك أنت ما يقدر يسوي ولا شيء، تكون عنده العناصر ناقصة. شوف هني المفتاح، العمود عبارة عن مفتاح، أنت المفتاح لاستقرار حياته. هذه النصيحة وهذه المعلومة خذها، اعرف قيمة نفسك وقيمة تأثيرك على حياة الشريك عشان تختار صح من أجل نفسك. وحين راح ننتقل إلى الأخبار القادمة في طريقك أو اللي أنت بانتظارها خلال شهر يونيو، شهر 6. إذا كنت بانتظار مثلا نتائج فحوصات، تأشيرة، موافقة على مشروع، بغض النظر، هذا هو جانب الأخبار. في شخص حصل على مرادة قبلك، ممكن يكون مرادة في الزواج، مرادة في العمل، نجاحها في البزنس، حصل على مرادة قبلك ودائما كان يتصرف انه هو افضل منك، ولكن كف الميزان والعدالة راح تتحقق خلال هذا الشهر ان شاء الله. راح تأتيك تكتشف شيء عنه او تأتيك اخبار عنه، راح تكتشف حقيقة الوضع. ما بين هني خمس الاقصان، طاقة الصراع، وهني الكوبين كأنما هاي صاير واجهة، هذا الواجهة وهذه هي حقيقة وضعه، ان هذا الشخص غير مرتاح، ان هذا الشخص ما حصل على اللي حصل عليه عن طريق يتبع اسلوب مستقيم، كان محتال. عشر الخماسيات، شيء طبيعي ان لما انت تحصل على مرادك، لان اشوفك هنا يا برج العقرب انت تحاول تسوي الامور بالطريقة الصحيحة في اي شيء، ممكن يكون احنا ممكن تكون تحاول تحمل، تقوم بالاشياء الصحيحة، انك تذهب للطبيب، تأكل الاطعمة اللي ينصح بها الطبيب، تأخذ الدواء، تتابع علاجك مع الطبيب. الشخص الثاني اللي يدعي انه افضل منك، مثلا حمل اسرع منك، حصل على المشروع البزنس قبلك، هذا الشخص قام باساليب ملتوية، ممكن انه اتبع السحر والجدل، ممكن انه قام بنوع من الاحتيال خصوصا في المشاريع. فشيء طبيعي راح تتضح لك الصورة بداء من شهر يونيو ان انت اساسك اسسته على اسس صحيحة، اسس صحيحة. اوكي، اخر كرت. اوكي، هذا الشخص انزين اللي كان دائما يدعي ان يدعو لي او افضل منك، اول شيء لازم تعرف الاخبار القادمة في طريقك هي اخبار توفيق واخبار بنيان مستقر. عشر الخماسيات، بنيانك راح يكون مستقر مهما كان الشيء اللي قاعد تحاول تسعي له، لما توصل له ولما تحصل عليه راح يكون قوي، مش قابل ان ينهز، ما تهزه ريح، لانك تعبت عليه، لأنك ما رضيت بطرق الاحتيال أو الطريق المختصر، الطريق السريع عشان تحصل عليه. وهذه أيضا النصيحة لك، أن لا تتبع الأسلوب الطريق المختصر أو الأسلوب الملتوي عشان تحصل على أمراضك في الحياة. إذا تريد أن تحمل اذهب إلى الطبيب، لا تتبع مثلا أسلوب الشعوذة أو أسلوب الناس اللي يدعون أن راح أفك لك السحر وأجلب الحبيب وهذه الادعاءات الباطلة، لأن في النهاية راح تتضح الصورة، راح تتضح الصورة. اللي يقومون بالدجل، اللي يقومون بالأشياء الاحتيالات التجارية، كلهم راح إلا ما يوم من الأيام تنكشف حقيقتهم. لما تنكشف حقيقتهم راح تشوف أن ينسحبون من، حتى أني عندهم طاقة الانسحاب، ينسحبون من أن يحطون عينهم بعينك يا برج العقرب. ولكن لا أنت أيضا تتنازل عن مبادئك وعن إيمانك وتذهب إلى كأنما هني أنت شوفك شوية تمللت من الانتظار، تريد أي طريقة عشان تحصل فيها على مرادك. مرادك آتنك في الطريق، مكتوب لك هني، قاعد أشوف هاي الكرتين مع بعض، مكتوب ومقرر. فلا أنت تخرب على نفسك بأن تقارن نفسك مع هؤلاء الأشخاص وتتبع درب شبيه لدربهم. رح أشوف لك هني الطاقة التحذيرية للشهر، شوية وديهم فوق.
هاي الكرت The Dream Walker. تتكلم عن الشخص اللي يمشي أثناء الحلم أو اللي يمشي في حلمه حتى. Dreams الأحلام, The Collective Good الخير العام, Illusions الأوهام, والكرت رقم 8. رقم 8 هو رقم عملي, رقم مضاعف. تتذكر لما ابتديت معاك القراءة العملية يا برج العقرب وقلت لك أن لا تقلل من قيمة الفرص اللي آتتنك في الطريق وإن كانت مو في تخصصك وإن كانت أقل من المنصب أو الخبرة اللي أنت تمتلكها في الحياة, لأن أنت ما تعرف الصورة كاملة, أنت ما تعرف شنو قاعد يصير أو مكتوب لك خلف الكواليس. رقم 8 يقول لي وإن كانت تشوف هاي الوظائف أو الوضع راح يكون أقل من مستواك, ولكن بقدرة قادر هني الرقم يتضاعف. المقابل المردود, طريقة حتى نموك في هذا العمل البسيط الجديد, المشروع, العلاقة الجديدة, أي شيء كان أمامك. وإن كنت أنت متخوف من البداية الجديدة, ولكن بدل أن تمشي خطوة خطوة, مجرد قبولك أن تمشي خطوة خطوة بعدين راح تمشي 6 خطوات أو راح تتخطى خطوات أكثر في وقت أقل. هذا الرقم يقول لي أنك راح تحقق مرادك في وقت قياسي أقل مما حتى أنت توقعه, ولكن لازم تكون مستعد أن شوي في بداية الدرب تقدم تنازلات, تمشي أول 10 خطوات أول 100 خطوة بدون أن تطالب بالكثير, تثبت نفسك. يعني يتكلم لك أيضا عن الأوهام, تثبت نفسك, لا تقول أنا كنت وأنا كنت والماضي كان, اثبت نفسك من جديد في هذا الدرب عشان تحصل على ما تريد. وأيضا راح أشوف لك طاقة الحيوان أو الطاقة الحيوانية اللي راح تحتاجها في هذا الشهر. هذا الكارت انقلب. النمل الناري عنصرة ناري أيضا, قلت لك ممكن جدا أنك تكون تتعامل مع شخص من الأبراج النارية, ولكن بغض النظر النصيحة لك, شنو معروف عن النمل؟ جدا مجتهد وجدا منظم. مجتهد ما عنده وقت يفكر. هني لا تنسى عندك طاقة الأوهام والأحلام, تعزف على نغمة قديمة. شوف هني العزف على نغمة قديمة. هني طاقة ما عندي وقت, لازم أدخل وأنفذ الحين وأدخل أنفذ الموضوع بشكل كبير, ما عندي وقت أنتظر, ما عندي وقت أأجل. هذه الطاقة أنت محتاجها, طاقة العمل والاجتهاد وإني أنغمس. النمل ينغمس في ما يعمله, النمل ينغمس حتى في العمل الجماعي, ينغمس ما ينسحب. محتاج هذه الطاقة عزيزي برج العقرب. هذه كانت قراءتي.